ويلكم 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 اند هات ذيس ذيس از شاب هي ليفينج جروب هابي ايفر افتر احنا هنا في وزاره السياحه حريصون على ليش ما لك حامل شيء بايدك انت انك فلاح يعني رفش ليش تحمل رفش ما في منكوش اي شيء اهلي فلاحين بس انا ماني فلاح يعني على راسي بس ما يعني ما بشتغل بالارض ليش لا احمل رفش او سمبل جاي سمبل هابي تايمز هو شخص بسيط ليه ما تلوث بحياة التكنولوجيا وتطور وعصر لا لا لا, لا. شو عم تقول له؟ ما بيفهم عليك أنا كمان مثلي مثلك يعني ما بعرف وين فكرني عايش أنا كمان تكنولوجيا ها هي موبايل ها شش خود زيك يتصور معك بليز جو جو تشيز وات جو بي وات ار يو سي اي دونت اندرستاند اني ثينغ وات از ويلكم He's trying to tell you to come and take a photo with me. I don't know why, but nobody knows why in fact. But I speak good English. What do you do for a living? In fact, I'm a researcher. I'm a student. How great. What do you study? Philosophy. Who is Who is he? Jamaatminan <laughs> that اهلين وسهلين وميت مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات شلونكم؟ كيف لشهر رمضان المبارك ان يمر بدون ما نشوف مسلسل او مسلسلات الصعيديه؟ خلص صار علامه فارقه بكل رمضان، كيف نحن عندنا مسلسلات البيئه الشاميه وباب الحاره باجزاء 752؟ نفس الشيء بمصر، مسلسل او مسلسلات صعيديه ولو واحد بس مثل مسلسل عمله نادره بهذا رمضان، والمسلسلات الصعيديه على خلاف اشكالها من دراما لتشويق ولا حتى كوميدي بتحقق نجاحات كل سنه، من اوائل المسلسلات الصعيديه اللي حققت نجاح باهر اول ما طلعت ببدايه التسعينات هو مسلسل ذئاب الجبل، وتوالت بعده الاعمال الصعيديه، دمو وحدائق الشيطان ومسلسل الضوء الشارد وحتى اعمال كوميديه مثل كبير قوي بأجزائه السبعه حاليا صاروا بالاضافه لمسلسل عمل جدل قبل كم سنه مسلسل اسمه شيخ العرب همام بطوله الفنان يحيى الفخراني ليش عمل جدل لانه كان عم يحكي عن شخصيه حقيقيه مو خياليه والجدل وصل الى انه احفاد شيخ العرب همام نفسه طلبوا بايقاف المسلسل لانه قالوا انه بيجبلهم العار بل اكثر من ذلك ممكن الموضوع يصل للدم معقول كيف هيك مسلسل بيحكي عن احداث صارت قبل 200 300 سنه بيعمل الجدل كلياته ومين هو اصلا هذا الشيخ العرب همام اذا بنرجع لكتب التالي. نلاقي بنلاقي بعضها عم يقول انه الامير همام كان قائد اسطوري، اسس جمهوريه استمرت 40 سنه، وعلى أيامه وصل الصعيد لاوج حضارته وازدهاره، وبحسب هذا الراي نفسه من وقت ما سقطت دوله الامير همام والصعيد المصري بتراجع، وفي كتب ومؤرخين ثانيين ما بيعطوا نفس الاهميه للامير همام ودولته، ولكن السؤال هنا حاليا هو اين يقع الصعيد اصلا؟ من يعني كثير من الناس اللي مو مصريين لما بنقول لهم الصعيد المصري بيفكروا انه اي ريف بمصر هو صعيد، يعني شمال الدلتا، صعيد جنوب الدلتا، وصعيد جنوب القاهره، كله صعيد، بالنسبه لهم كل شيء بساتين وفلاحين يعني يعني صعيد غير صحيح مثلا ارياف الدلتا اللي بشمال القاهره هي مو صعيد هي اسمها قرى وجه بحري اما الصعيد اللي يوجد جنوب القاهره فبيسموه وجه ابلي لمصر وله عده اقسام اسفل واوسط واعلى والصعيد الاعلى بيبدا من عند محافظه انا اللي بتبعد حوالي 500 كيلو متر عن القاهره وبيكمل جنوبا لحتى يوصل عند محافظه الاقصر ومحافظه اسوان اللي فيهم معبد ابو سمبل التاريخي الشهير وفيهم بحيره ناصر موجودين باقصى جنوب مصر بيبعدوا عن القاهره شي 1000 كيلو واليوم حكينا بهي الحلقه رح يكون عن جنوب مصر والصعيد الاعلى بالتحديد وبيرجع رجوعنا لوين؟ لعند دولة شيخ العرب همام أو جمهورية الهمامية إذا بدك تسميها. في مؤرخين بيقولوا إنه هو شيخ قبيلة كانت منتشرة من المنيا شمالا إلى البحر الأحمر شرقا إلى أسوان جنوبا، يعني مساحات كتير كبيرة. والشيخ همام مثل ما بيقولوا بعض المؤرخين كان بيتمتع بشخصية فريدة، اشتهر بكرمه وعطفه على المحتاجين وتكريم العلماء. جمهورية الشيخ همام هي ولدت بعد صراعات داخلية بالصعيد، وجه الشيخ همام بشكل توافقي وقدر يعمل دولة قوية وعمل فيها قانون وجيش من الموظفين واقتصاد وحفظ لحقوق الأقليات. وكل هذا استمر لحوالي 40 سنه بس بالمقابل في مؤرخين مثل الاستاذ محمد عفيفي استاذ التاريخ بجامعه القاهره يلي بيقولوا انه في مبالغات بسيرة شيخ العرب همام وتضخيم لاهميته واهميه الدوله اللي عملها بيقولوا انه هو ما كان الا زعيم لقبيله الهواره قبيله مهمه بالصعيد ولو لايامنا هي قبيله الهواره زادت اهميتها بالصعيد لما كان ساعد نظام الالتزام بيجيبوا شخص اسمه الملتزم تجي الحكومه المركزيه بتقول له انت روح جيب لي الضرائب من الفلاحين وهذا الملتزم بيكون عنده امتيازات كثيره يعني بيكون هذا الملتزم عنده نفوذ كبير وبالتالي برايه انه شيخ العرب هم كان ملتزم من الملتزمين وبالتالي عنده نفوذ كبير وغير موضوع الالتزام كمان قبيلة هوارة كانت قبيلة غنية لأنه كانت تشتغل بأمور تانية مثل التجارة وحماية القوافل يعني برأي هدول المؤرخين همام هو شيخ أو أمير قبيلة غنية وليس أمير دولة طيب بغض النظر عن إذا كانت دولة ولا قبيلة شو اللي خلى هيك كيان يطلع بالصعيد أساسا ليش ما كانوا تابعين لدولة تانية يعني ما حدا مسيطر عليهم دعونا نرجع سوا بالتاريخ لأواخر القرن الرابع عشر ما كتير بنطول بوقتها كانت مصر بحكم المماليك بهذاك الوقت بديوا أمراء الصعيد يحاولوا يستقلوا بحاجة. ولما اجا السلطان العثماني سليم الثاني سنة 1517 وسيطر على مصر سلم مماليك بيوثق فيهم وموالين له السيطره على مصر وحكمة اما الصعيد فحافظ على وضعه ورضي السلطان انه الصعيد يحكم حاله بحاله بس يكون له سلطه اسميه يعني الصعيد بالاسم تابع للدوله العثمانيه فعليا الصعيد ما كان بده شيء كثير من المركز بالعهد العثماني الصعيد كان ينتج كثير من السلع الاساسيه مثل القمح والسكر والحبوب الصعيد كان مشهور بزراعه قصب السكر وكان بوقتها هذا العصر الذهبي لزراعه قصب السكر بالعالم كلياته وبالتالي حقق ثروه كبيره من أما المركز بالقاهرة فكان بأغلب الأحيان مستهلك للي جو الصعيد يعني شيء مختلف عن الصورة التقليدية بأنه راس المال والأعمال كلها تكون بالمركز أو العاصمة حتى أنه في بعض المؤرخين بيقولوا لنا أنه إذا بنزور مدينة إنا الصعيدية بهذيك الفترة بنلاقي أسواق عامرة وحركة استيراد وتصدير وتجار من مختلف الجنسيات يمنيين وأحباش وهنود وغيرهم تحس حالك بدبي يعني والسر بهذا الشيء هو أنه الصعيد كان بقلب شيء بيسموه الاقتصاد العالمي للمحيط الهندي Indian Ocean World Economy هو نظام قائم على سواحل البحر الأحمر والجزيرة العربية ومن ورائهم المحيط الهندي وهالشبكة هي كانت المحرك الأساسي لتجارة العالم القديم بين آسيا وأفريقيا اللي تحكمت بمفاصل التجارة العالمية لقرون ومدينة إنا كانت سوق مزدهرة بقلب هذا النظام تجي البضائع من موانئ المحيط الهندي إلى مدينة إنا سكر وبن وحبوب وغيرهم وبعدين بينتقلوا وبيتصدر إلى باقي أرجاء الدولة العثمانية ومنهم إلى أوروبا هالشي خلى إنا تكون من أهم المدن الاقتصادية بمصر وبدرجة ثانية بعد القاهرة واستمر هذا الموضوع إلى نهاية القرن الثامن عشر طبعا هذا الحكي بحسب الباحثين في حين في توجه تاني قائم على فكرة اليورو سنتريك يعني منحاز الحضارة الغربية وأوروبا بتشوف دور أوروبا مركزي بكل شيء هالرؤية هي بتقول إنه مركز التجارة العالمي انتقل وخلص لأوروبا من وقت ما فاسكو دي جاما اكتشف رأس الرجاء الصالح يعني لف من تحت أفريقيا وراح على الهند بالتالي بحسب هي الرؤية مدينة إنا ما كانت كتير مهمة وللأمانة مو بس رؤية اليورو سنتريك هي اللي طلعت إنا مو كتير مهمة الدكتورة زينب أبو المجد أستاذة التاريخ بجامعة أوبرلين كولج الأمريكية كتبت كتاب شو الكتاب إمبراطوريات متخيلة تاريخ الثورة في صعيد مصر ركزت فيه على أنه النصوص السردية التاريخية الوطنية المصرية انكتبت بمقاربات نظرية نخبوية يعني لما بدون يحكوا عن تاريخ مصر قصص بتاريخ مصر بيروحوا بيحكوا عن القاهرة وشمال القاهرة شمال مصر وبيروحوا بأهم الصعيد منطقة طرفية بيعتبروه طبعا هذا كلياته بحسب رأيه ولكن للأسف في النهاية تراجعت مكانة إنا مع ظهور المنظومة الرأسمالية الأوروبية ببداية القرن التاسع عشر تركزت هاي المنظومة حوالين البحر المتوسط وبالتالي إنا طلعت برات اللابي إنا صارت بعيدة طيب شيخ العرب همام صحيح والله يا صديقي آخر القصة حزين لهيك ما كان بدي لك اياها الشيخ همام بالنهايه مات كمد وحسره بسبب خيانه ابن عمه له يلي اجى عليه بتامر مع علي بيك الكبير حاكم مصر المملوكي هذا علي بيك الكبير كان زلمه طموح بده يستقل بحكم مصر عن الحكم العثماني ويتوسع كمان يتوسع بالشام والحجاز وطبعا بطبيعه الامر قبل ما يروح على الشام والحجاز بده يسيطر على باقي مناطق مصر اللي هي الصعيد ومين كان واقف له حجر عقبه بالموضوع شيخ العرب همام طيب كيف بده يخلص منه لجا للحيله راح طمع ابن عمه للشيخ العرب همام وقال له اذا انت بتساعدني بقضاء عليه واقصائه سلمك ومحلو اماره الصعيد ولكن في الحقيقة بعد ما زالت دولة شيخ العرب همام سنة 1769 رجعت منطقة الصعيد تحت الحكم المملوكي المركزي ومثل ما بيقول المؤرخ العلامة الجبرتي وزالت دولة شيخ العرب همام من الصعيد منذ ذلك التاريخ كأنها لم تكن بعدين اجى الاحتلال الفرنسي اللي قاوموا اهل الصعيد وقتلوه ووجد بعده دولة محمد علي باشا المركزية القوية وعادة المناطق اللي مثل الصعيد ما بتحب اليد الثقيلة للحكم المركزي وهالشيء ادى لاندلاع ثورات واحتجاجات اهمها ثورة سنة 1864 اللي قادها الشيخ صوفي اسمه احمد طيب قاد الوف الفلاحين اللي كانوا عم يحتجوا على مصادره اراضيهم والضرائب الزايده وعلى تشغيلهم بالصخرة بمشاريع الدوله مثل مشروع قناه السويس مثلا قمعت السلطه هي الثوره بعنف فيما ادى الى ظهور ظاهره المطاريد بعدين ومن هنا المطاريد انه بالنهايه ناس هربوا من قراهم او من مدنهم وراحوا على الصحاري او الجبال لحتى ما ياخذوهم يشتغلوا بالصخرة او ياخذوهم على الجيش بالزور بالعنف وبعد ما هربوا شكلوا مجموعات كانت تمارس بكثير احيان السلب والنهب هدول هن اللي بنشوفهم بكثير من المسلسلات التلفزيونيه وبهي المسلسلات بنشوف تكريس لفكره انه الصعيد هو المنطقه اللي بيعيش فيها المطاريد الذين يعتاشون على السلب والنهب وقطع الطريق او بنشوفهم جماعه متعصبين متزمتين راسهم مليان بخرافات وعادات وتقاليد بالية وعلى سيره التعصب والتزمت في كتاب الفته الصحفيه عبله الرويني عن زوجة الشاعر امل دنقل صاحب قصيده لا تصالح حكيت فيه كيف بعد ما تزوج وأخذ زياره معه على الصعيد وشافت فيه هنيك صوره مختلفه تماما عن الصوره المزروعه باذهاننا شافت انه هو متطور اكثر بكثير من الصوره اللي بنشوفها بالتلفزيونات التعليم منتشر للبنات والشباب وكثير منهم عم يطلعوا جامعات حتى كتب التاريخ احيانا كانت عم تقدم روايه مو دقيقه او حقائق منقوصه عن تاريخ الصعيد الشاعر امل دنقل اللي جاي من جنوب الصعيد قبل وفاته بايام كتب قصيده سماها الجنوبي كثير من النقاد قالوا انه عم يوصف فيها حاله قال فيها فالجنوبي يا سيدي يشتهي ان يكون الذي لم يكنه يشتهي ان يلاقي اثنتين الحقيقه والاوجه الغائبه طيب يا ترى شو هي الحقيقه اللي بيطمح لها الجنوبي او الصعيدي انه ما تتشوه صورته انه ما تتعمم عنه صورة نمطيه سلبيه بالنهايه وبالرغم من كل شيء كلنا بنحب الصعيد والمسلسلات الصعيديه بس يمكن بدنا نحن يكون في غير نمطيه نشوف الحقيقه فيها وبنتمنى كمان انه هي المنطقه تحصل على المكان اللي بتستاهلها وفي فكره ثانيه هي انه قصه الصعيد هي مو حاله فريده من نوعها مع دخول العصر الحديث وتشكل الدول الحديثه في كثير اقاليم من هي الدول اللي عم تتشكل حست حالها خسرانه بهي الدوله بناخذ ايطاليا مثلا بشكل او باخر المملكه اللي تشكلت بعد توحد ايطاليا كانت على حساب الجنوب مشان هيك طلع بهذا الجنوب عصابات ومجموعات ظلت تتقاتل لوقت طويل مع الشرطه وصار في كثير من شخصيات ابطال شعبيين مثل جوزيبي موسولينو موسولينو موسولينيا. نفسه غير واحد نفس الشيء كمان بجنوب الهند كمان حظوظ منطقه بانغالور بجنوب الهند كانت اقل بالتنميه بالمقابل اليوم عم نشوفها عم تتحول لعاصمه التكنولوجيا والمعلوماتيه بالهند عم بيقولوا عليها شوي تانية سيليكون فالي اوف انديا على غرار سيليكون فالي بامريكا اللي فيه شركات عالميه كبيره مثل جوجل وميتا وغيرهم كاكبر شركات بالعالم يا ترى ممكن نشوف الصعيد وانا عم يستعيدوا مكانتهم التاريخيه بالعالم كلياته ونشوف شيء اسمه ذا سيليكون فالي اوف ايجيبت وادي السيليكون بمصر جاوبونا على الاسئله بالتعليقات الحلقه عطونا لايك اعجاب واشتركوا قناة زر الجرس وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم وشوفوا المصادر وشوفوا الحلقات السابقة وانتظروا الحلقات القادمة سلام